اسمعني كويس يا مولانا، انت هتكتب الكتاب. طلعت العروسة مجنونة، قتلت قتلة، حفيدة غاية وسكينة، مالكش دعوة. لو العروسة طلعت مقتولة برضه هجوزها. الله عليك، أيوة أنا أحب الوش ده والدخلة دي. متر غلام، حضرتك ما شفتش فريدة؟ فريدة؟ أصل هي مختفية من الصبح، بحاول أكلمها ما بتردش. طيب اسبقني أنت يا مولانا بقى وأنا جاي وراك، وزي ما اتفقنا. اطمن، هجوزها له يعني هجوزها له. الله عليك، والله طمنت قلبي. متر غلام، إيه؟ حضرتك عارف فين فريدة صح؟ انا زحلقتها على قاعدة العشاء. ليه؟ عمالة تنخرف في جوازة سلافة وماسكة البطاقة بتاعتها كأنها بتاخد الإعدادية. تمام، يعني هي دلوقتي في قاعدة العشاء. ايوه بس ما تقلقش، انا هبعت اجيبها بعد كاتب الكتاب على طول ان شاء الله. بس برضه انا قعدت اكلمها ما بتردش وما حاولتش حتى تتصل بيا. الله، هو انا ما قلتلكش؟ ايه؟ مش الواد اللي هناك خليته سرق منها الموبايل؟ انت ازاي تعمل كده يا متر؟ ده تلاقيها دلوقتي قاعدة بتلف حوالين نفسها. انا مش هسكت على فكرة، انا لازم اروح لها. خد تعالى هنا. فريدة تلف حوالين نفسها؟ والله يا فريدة دي تنزلك البير وتطلعك سقعان. اسمع يا ابني، انت لو بتحبها فعلا وعايز تتجوزها ما تجيبهاش غير بعد كاتب الكتاب. يلا اتكل على الله. فارس جاي، فارس جاي. ازيك يا مستر فارس؟ ابو الفوارس، ايه الاخبار؟ تمام. ما لبستش بدله يعني؟ انتوا مش قلتوا الدخله بعد 3 شهور؟ خلاص وقتها هجيب لك بدله بس على حسابك. بقول لك ايه؟ قول. عروسه ثانيه بقى. ثانيه ايه؟ انا متشائم. هي كان زيها. بقول لك ايه؟ انت اللي كاتب شيكات للضرايب وانت اللي ما عندكش رصيد. عندك رصيد؟ لو عندك رصيد ماشي يلا. تعالى عايزك. ايه ده؟ ايه الادب؟ ايه الجلد؟ امشي معايا من سكات السفاله دي. انا فاتني حاجه؟ حاجتي وزفتي ايه؟ طب الحمد لله. يا غلاب يا غلاب، افرد وشك في ايه؟ انت قامتها علينا ليه كده؟ ده احنا داخلين على فرح، ولا انت عايز تاكل عليها العموله؟ لا انا عايز العموله. فين؟ اخلص. ايه جايب لي عروسه متطلقه وعايز عموله؟ ده انت غريب قوي. طلقه؟ يا سلام، يعني ما تعرفش يا اخويا؟ لا ما اعرفش، هو انا اللي مطلقها؟ اخلص. ايه الاسلوب الرقيع ده؟ انت يا ابني مش قايل لي انها زي اختك؟ يعني مش عارف تفاصيلها؟ زي اختي، زي ما انت قلت كده بالظبط. يعني مش اختي، اعرفها منين انا يا اخي؟ وبعدين اعتبرها يعني اختي في الانسانيه. حلاوه في الانسانيه، قسما بالله العظيم لولا انك شبه واحد صاحبي صيني عزيز على قلبي انا كنت شفت شغلي معاك. خلاص مش مهم، المهم انت افرد وشك عشان احنا داخلين على فرح. وبعدين يا سيدي مش مهم متجوزه متطلقه ارمله، المهم يتجوزها ويفك اللي عليه يا اخي. ولا ايه يا غلاب؟ غلاب غلاب، واختفى ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبدا الليله ترارارارا ترارارا. بس يا ولد بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدا الليله ترارارارا ترارارا. يا مولانا ما يصحش كده. لا ده عرسنا زين وكحيل العين، توكل على الله يا مولانا. بطاقتك يا عروس موجوده هي يا مولانا. انا بقى معيش بطاقه. انا مش محتاج بطاقتك عشان صورتها معايا من اول الشهر. ايه ده؟ البطاقة موجود فيها انك متجوزة. لا لا لا، انا متطلقة. طب فين قسيمة الطلاق؟ جاية في السكة ان شاء الله. خلاص نستناها لحد ما تيجي. الحمد لله جت من عند ربنا. مش ده اتفقنا يا مولانا؟ اتفقنا في حالة كونها مطلقة. ما هي مطلقة، يعني انا هجوز واحدة متجوزة؟ ما اقدرش اجوزها من غير قسيمة الطلاق. انت كده هتبوظ لي كل حاجة، وانت كده بتضيع لي مستقبلي. تمام تمام. طب مولانا ما ينفعش حضرتك حد يبعت لك قسمه الطلاق سكرين شوت على الواتساب؟ واتساب؟ استغفر الله العظيم. استغفر الله. طب انا في اوضتي لحد ما تشوفه هتعملوا ايه؟ رايحه فين عروسها؟ في حاجه؟ ايه؟ عروسها؟ إيه؟ لا 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 لا، يا نهار اسود، هي شكلها تقصد انها في غيبوبتها لحد ما تشوفه هتعملوا ايه؟ والنبي فوقي والنبي، يا نهار اسود ومنيل، يعني انا جوزك البنت عشان تبهدلها لي؟ يا عم استنى شويه. ده اللي انا كنت خايف منه. العروسه هيغمى عليها عشان خايفه من الجواز. يعني هي اول مره تتجوز؟ لا لا، هي اول مره تتجوزك انت. كده كده الجوازه دي ما كانتش هتتم، المأذون كان مستني قسمه الطلاق. يا سلام يا اخويا، مستني بقى قسمه الطلاق لغايه ما يحجزوا عليك. دكتور امجد جوه، ربنا يقومه بالسلامه. بس ما تقولش دكتور. بيني وبينك انا قلقان تموت في ايديه. اخص عليك اخص. انت بتبص لي كده ليه؟ يعني ما انتش عارف؟ ها؟ ما انتش عارف اللي انت عملته؟ عملت ايه؟ اخص. يا دكتور سيبك منه، طمنا بس على سلاف. مبروك يا برنس.
العروسه حبلة. ايه؟ اول مره اسمع دكتور بيقول حبلة. وانا حامل ازاي؟ ده احنا لسه ما اتجوزناش. بتسالني انا؟ ده بيسالني انا. انت شايف دي ميداليا؟ حضرتك اسال نفسك. شوف شوف انت عملت ايه يا شقي. انا عايز افهم بس، يعني هي اساسا مطلقه ازاي تبقى حبلة؟ انت حضرتك بتدخلني في تفاصيل ليه؟ انا مش فاهمك برضو. ليه حضرتك بتعاملني على اساس ان انا فاضي وهعرف تاريخ عائلتها؟ انا مش عارف يا فندم. وبعدين ليه بتعاملني على اساس ان انا طبيب شرعي؟ انت مش طبيب اصلا. فارس اخص عليك ماما قوي. اجازتي انا اللي عمال اشيل بلاويك واجيب لك الحقيقه واقولها لك في وشك عشان تتغير. ايوه بس انا عايز اعرف، يعني انت حضرتك عرفت منين؟ حللت لها؟ لا حضرتك انا عندي سكر وعصبي. ها هرد عليك راجل مش كويس. لا اعوذ بالله. مش ممكن يا فندم. عايز تحللها خد الاستاذ وخش حللها بنفسك. ايه ده؟ تخس ماما قوي. صحيح الكلام ده؟ انت قادره؟ خس عليك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه يا دكتور انت لسه خارج من الحضانه ولا ايه؟ بس انا عاجبني يونيفورم المدرسه ده قوي. اخس وليك نفس تضحك؟ في ايه يا دكتور؟ وضح. هي راحت؟ هي ايه اللي راحت؟ اختفت؟ ايه اللي اختفت؟ المروه. هي وقعت منك فين؟ هنا ولا فوق؟ ندور عليها عادي يعني. مبروك مجالكم. مش فاهم. سلافه. مالها؟ حبله. انت فرحان ولا زعلان؟ لا انا دهشان. روح 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 دور ورايا خطيبه. تقصد مين؟ فارس؟ انت قلتها لوحدك مش انا اللي قلت. عندك حق، انا ادور عليها هي وخطيبها. انا اسف يا دكتور، انا اخرتك على الحضانه. تقدر تمشي انت دلوقتي. يخص. طب هي المروه وقعت منه فين؟ ندور عليها يا دكتور. تعالي تعالي سندي عليا، انا زي اخوكي. تعالي 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 يا فريده. يا ساتر يا رب، شكلك اتغير كده ليه؟ تعجزت خالص يا فريده. انت عندك كام سنه؟ ان شاء الله خير، ما تقلقيش ما تقلقيش فريده. انت كويسه؟ ما تخافش لسه عايشه. ايوه بس هو ايه اللي حصل؟ مستر فارس بعت لي رساله على الموبايل وقال لي استنيني على قعده العشاء. استغفر الله العظيم. ممكن تسكت يا حبيبي؟ استغفر الله العظيم. في ايه يا حبيبي؟ كملي. انا مش فاهمه هو ليه بعت لي الرساله وقال لي روحي هو مش هناك. تفتكروا يقصد ايه؟ يقصد ايه؟ يقصد ان هو يمشيكي من الاوتيل عشان خاطر يعرف يتجوز سلافه، عشان حضرتك طول الوقت ماسكه البطاقه وعماله تنخوري عايزه تبوظي الجوازه. هو اتجوزها؟ لا اطمني لسه. طب الحمد لله. بس ان شاء الله هيتجوزها. ها بعد الشر. يا عم خليك محضر خير، ما يمكن الرساله تكون جات له بالغلط ويقصد واحده تانية. واحده تانية مين يا ابو العريف؟ سلافه طبعا، هي مش خطيبته، يبقى اكيد هي اللي هتروح له قعده العشاء. انا مش عايز اسمع صوتك يا زفت انت النهارده خالص. صوتك طلع دلوقتي وفقت يعني؟ اه صوتها طلع. في حاجه؟ هو انت الجارد بتاعها؟ اه الجارد بتاعها. انت بتحب تسمعها سعيد صح؟ هي ايه؟ ثلاث ثواني لو لقيتك في وشي هزعلك يا سعيد. اسمعها يا فندق. فريده بنت مستر حسين تخصني. نقول تاني. فريده بنت مستر حسين تخصني. اي واحد دماغه تتدحرج تهب منه يفكر يروح نواحيها هدبس له وشه. امين؟ نيل بتبصي لي كده ليه؟ سلامتك يا عروسه. الله يسلمك، ميرسي. طبعا عرفتي عندك ايه بما ان الدكتور كشف عليكي. لا هو كشف عليا ومشي على طول. هو قال لنا انك لا مؤاخذه حامل. ايه؟ لا مؤاخذه؟ يا سلام، ضايقتك قوي لا مؤاخذه وحامل؟ لا حامل يا ستي حامل. حامل ازاي يعني؟ سبحان الله، تصدقي انا كنت لسه هسالك نفس السؤال. لا لا الدكتور بتاعك ده مش عارف اي حاجه. موافق، مش عارف اي حاجه. الحاجة الوحيدة اللي هتخلينا نتأكد التحليل. تحليل ايه؟ تحليل الحمل. بصي انا بعت اجيبهولك مخصوص من الصيدلية. انا مش هعمل اي تحليل، وبعدين احمل ازاي وانا مطلقة؟ لا ما هو بصي بقى، الحاجة الوحيدة اللي هتنفع عنك التهمة الشنيعة دي انك تعملي التحليل ده، وبصفتي انا الحمار اللي هتجوزك كمان نص ساعة يهمني اعرف اذا كنت حامل ولا لا. وانا بقى مش هتجوزك طول ما انت مش واثق فيا. وادي التحليل بتاعك اهو، واتفضل اطلع بره. طيب طيب خلاص خلاص ما تزعليش نفسك. اتفضل اطلع بره. واضح انك بتتلككي. هي جوازه باينه من اولها. ده خامس اوتيل ادخله لسه ما لقيتهاش. طيب يا ماما لو وصلت لاي حاجه هطمنك.
سلام. مساء الخير. مساء النور يا فندم. في واحدة نازلة عندكم هنا اسمها سلافة؟ بتقول مين حضرتك؟ سلافة. لا مش متأكد يا فندم، أصل أنا عندي نزلة كتير فأكيد مش هفتكر اسم كل نزيل يعني. ليه يعني في اليوم بيجي لكم كام سلافة يعني؟ والله دي بقى أرزاق يا فندم. أنت شغال هنا ولا بتعمل إيه؟ يا فندم نمتاج موجود أهو. طيب. بص. أيوه. دي صورتها. أوكي. شفتها؟ أيوه فندم. بالراحة بس على الموبايل عليه قصاد. ما باين مبروك. إيه الشرخ ده؟ إيه؟ لا سوري يا فندم ده الإضاءة بتلعب. سوري يا فندم. لا مش متأكد. سوري يا فندم سوري. هو انت مش متأكد من أي حاجة؟ يا فندم سوري. لا هات لي حد كبير أكلمه بقى عشان أنت مش عارف أي حاجة هنا. ما أنا لو جبت لحضرتك حد كبير تكلمه هيقول لك بالظبط نفس اللي أنا هقوله دلوقتي، إن أنا ما أقدرش أطلع أي بيانات لأي نزيل عندي غير لما أعرف حضرتك مين الأول. عايز تعرف أنا مين؟ أي فندم. أنا جوزها. جوزها؟ أنا جوزها مطلقة. إيه؟ إيه يا فندم في إيه؟ هي قالت لك إن هي مطلقة؟ لا ما قالتليش حاجة، ما أنا مش متأكد، مش متأكد كانت موجودة لا. أنت كل حاجة مش متأكد منها؟ أنا معلش فندم مش متأكد سوري. أمال حكوني رحتي فين يا سلافة؟ دي رايحة منه. حكوني رحتي. لا عليه صوت، عليه صوت. بالراحة، بالراحة. رحتي فين يا سلافة؟ أنت بتسأل عن سلافة؟ لا ما بسألش. بتعرفها؟ لا ما يعرفهاش. لا طبعًا أعرفها. نازلة عندنا في الأوتيل، ده أنا اللي موصلها الغرفة بتاعتها. أمال بتقولي لي إن هي مش عندكم؟ أنا قلت لحضرتك مش متأكد، مش متأكد بقى. لا حضرتك بقى ممكن تتأكد من مستر فارس صاحب الأوتيل. إشمعنى بقى مستر فارس صاحب الأوتيل؟ لأنه خطيبها، والمفروض هيتجوزوا النهاردة، ولا إيه يا أدهم؟ هما مين دول اللي هيتجوزوا؟ حضرتك بتزعق ليه؟ هو اللي بيقول يا فندم. هي فين أوضتها؟ مش متأكد. هو أنت مش متأكد ولا عارف أي حاجة هنا؟ أقول لك معلومة غلط يعني يا فندم ما يصحش. أنا هوصل لها. ماشي يا فندم، ماشي. تعالى سعيد. هو ماله متنرفز ليه؟ لا هو راجل عصبي. سعيد هو الراجل ما سألكش، يعني أنت من نفسك ما شاء الله قررت كل حاجة. أنت متبرع فتنة يا ابني. أنت عارف أنا على نياتي واللي في بقي على لساني. الجملة؟ اللي في بقي على لساني. اسكت يا سعيد امشي امشي امشي. طب وبالنسبة للثلاث ثواني؟ خسارة فيك، امشي بجد يا سعيد المرة دي، امشي بجد، امشي امشي يا سعيد امشي. امشي. ايه؟ عملت تحليل؟ ايوه. والنتيجة ايه؟ حامل. حامل؟ ما يمكن التست اللي جابهولك ده يكون مهنج ولا حاجة؟ لا انا كنت حاسة ان انا حامل بس كنت بكذب نفسي. كنت حاسة؟ طب وايه العمل؟ خلاص كل اللي اتفقنا عليه روح. راح؟ طب مستقبلي ومستقبلك عايز نعمل ايه بعد ما طلعت حامل؟ بصي انت هتنزلي بيبي النهارده وهتتجوزي فارس بكره. ازاي بس؟ ايه اللي بتقوله ده؟ عادي، انتوا كده كده متفقين ان الدخله هتبقى بعد 3 شهور. ولما يسالني عن نتيجه التحليل قولي له مش حامل، خلينا نكسب وقت واحنا هننزل بيبي النهارده. يا سلام، بسهوله كده؟ لا ما هو ما دام الحمل لسه في اوله يبقى البيبي هينزل بسهوله. استغفر الله العظيم، ربنا سامحنا. وهو صاحبك عبيط عشان يصدق الكلام ده؟ لا هيصدق عشان عايز يصدق. ده كاتب على نفسه شيكات بدون رصيد، يعني لو ما اتجوزكيش واخد المراس هياخد في كل شيك 3 سنين. استغفر الله العظيم. لو سمحت حضرتك ما تعرفش واحده نازله هنا اسمها سلافه؟ ايه اللي اعرفها؟ ده انا المأذون اللي كنت هجوزها. هتجوزها؟ بس رفضت عشان ما لقيتش معاها قسيم الطلاق. وهي قالت لك ان هي متطلقه. وما قدرتش تثبت. ولا هتعرف تثبت. هو حضرتك مين بالظبط؟ انا جوزها. جوزها ولا طليقها؟ والله ما انا عارف يا شيخنا. يعني ايه مش عارف؟ يعني احنا من فتره كده حصل بينا مشكله. ففي لحظه نرفزه وعصبيه رحت قايل لها طب روحي يا سلافه وانت طالق. وراحت؟ ما هي لو ما راحتش ما تبقاش طالق. لا هي راحت بصراحه. خلاص تبقى انت كده طلقتها. يعني ينفع تتجوز حد تاني؟ بعد انقضاء فترة العدة 3 أشهر أي 3 months. أي نو. ولما يجي مأذون يطلقه بشكل رسمي. يعني احنا كده ما اتطلقناش بشكل رسمي. أنت كده طلقتها طلقة غير بائنة. لا غير بائنة إيه يا مولانا؟ كان باين قوي إني بطلقها. لا أنا أقصد غير بائنة يعني من غير عقد طلاق، يعني تقدر ترجعها في أي وقت طول فترة العدة. والمصحف. أيوه. طب وإذا ما وافقتش؟ مش من حقها. لأنك ما طلقتهاش على يد مأذون. يعني أقول لها أنا رديتك تترد؟ أيوه. من غير ما أدفع أي فلوس؟ ولا مليم، أنت بس تمسك إيديها. إيه يا مولانا في إيه؟ بشرح لك يا أخي. تبوسها بوسة حلوة كده، تعمل حاجات كده تحسسها إنك لسه عايزها. أحسسها؟ ما أحسسهاش ليه؟ بس ما ينفعش تتجوز حد تاني. مستحيل قبل انقضاء فترة العدة. ينصر دينك يا شيخ. اسمع بقول لك إيه؟
لو حبيت تطلقها بشكل رسمي يعني. أنا قاعد وفاضي، أي لا أعمل. أي على البحر كان ناس كتار تحت الشماسي مبدورين. مساء الخير. مساء النور. إيه عايز إيه؟ الواحد ما يعرفش يتمرجح بالمرجحة شوية. في يا عم بالراحة مالك؟ أنا بقى عايز أعرف بس، في واحدة بتتجوز هنا، في عروسة، في فرح. أنت شكلك من قرايب العروسة. قريبها يا سيدي، قول ما تتكسفش. انا برضو قريبها. لا والله. ومن انهي ناحيه بقى قريبها؟ انا اخوها في الطريق. نعم ايوه اخوها في الطريق. على فكره انا جاي انا وهي بالعربيه بالمطار لحد هنا عشان اسلمها لعريسها. مطار؟ هي جت بطياره؟ جت بطياره طبعا، ما هتيجي في مركب ورق. هو تذكره بكام النهارده؟ انا ايش عرفني يا سيدي؟ سيبك من التذكره بقى، انت بقى اللي جبتها من المطار وجوزتها. ايوه انا وابلها فخر. وتعرفها منين انت بقى عشان تجوزها؟ والله ما اعرفهاش، انا بس لقيتها قلت اجيبها اوفر رصيف في الحلال. توفر رصيف في الحلال؟ هم اتجوزوا؟ لا لسه ما اتجوزوش، انا قلت لهم عقد القران ما يتعقدش ولا كتب الكتاب يتكتب الا لما تيجي عشان تشهد على العقد. كمان عايزني انا اشهد على العقد؟ يا سيدي انا على الابو اللي شهدك على العقد، مش عايز تشهد عنك ما شهدت يا اخي. قول لي بقى هم في اوضه كام؟ يا سلام يا سلام، ولاد الناس برضو، شكلك عايز تطلع تبارك لها. بالظبط. 1019. اللي قول لي، انا ما تعرفتش عليك زياده، انت قريبها منين؟ انا بقى يا سيدي جوزها. ها؟ جوزها. جوزها؟ جوزها؟ طبعا اذنك بقى عشان اروح اتزحلق على الزحليقه بعد ما اتمرجحت على المرجحه. يا نهار اسود، جوزها؟ الف شكر يا دكتور والله. احنا في انتظارك، بس هو هتتاخر. ها؟ طيب تمام، الله يخليك، مع الف سلام. الف الف سلام، مع السلامه، حفظ الله. ده الدكتور اللي هجاني؟ جاي خلال نص ساعه، وباذن الله مجهوده مجهوده. ده اكيد فارس، اعمل نفسك زعلانه عشان افتكر انك انت حامل، اوكي؟ حاضر. عايزني في ايه؟ تعالى. أنا صلحت لك الجو على قد ما أقدر، وإياك تعك الدنيا تاني. مش خلاص؟ سامع سامع. مساء الخير. عايز إيه؟ جاي ليه بعد اللي قلته؟ صح. خلاص بقى، سامحيه عشان خاطري. أنا مش قادرة أصدق إن هو اتهمني الاتهام البشع ده. الدكتور هو اللي قال إنك حامل، وأنا جايب الكلام ده من عندي. وبعدين أنت مش عايز تعمل لي التحليل لغاية دلوقتي. بكرة بكرة هنحلل في معمل محترم. عشان اختبار الحمل اللي حضرتك بعته طلع بايظ. بايظ؟ بايظ. بايظ ازاي؟ يا فارس انا عايزك تطمن، احنا مش هنكتب الكتاب غير لما نطمن على نتيجه التحليل. يا غلابه. مفيش كلام غلاب بقى يا عم الحاج، احنا في شيكات وكمان ثلاث ايام هنسدد وسجن. يا فارس انا عايزكم بقى يا حلوين كده ايه تهزروا بقى وتلعبوا مع بعض كده لغايه ما اجي لكم. ها؟ يلا يا طايط، بعد اذنكم. بعد اذنك يا فارس. يا رب. ما تزعليش، أنا كمان هنسى إنك زعلتيني. وأنا كمان هسامحك، بس بشرط. شرط؟ شرط إيه؟ ترفد الدكتور ده. حرام يا سلافة. لو سمحت معلش، فين أوضة 1019؟ 1019؟ إيه ده؟ أنت تقصد أوضة مدام سلافة؟ لا والله. وانت تعرفها؟ انا غلاب يا دكتور اللي كلمتك من شويه، بس ما كنتش فاكر انك هتيجي بسرعه كده. غلاب ايه ده؟ غلاب من طرف عم سيوني، واتفقت معاك تنزل البيبي من بطنها. بطن مين؟ سلافه. هي حامل؟ العبيلي هتنزلها من بطنها؟ سلافه حامل؟ وطي صوتك، عارفها معاها. عارف مين؟ ما هو لو عارف مش هيتجوزها. وهي بقى ازاي هتتجوزه وهي حامل؟ انت بسم الله ما شاء الله جاي تجهضها اهو. قول لي بقى، انت هتجهضها برشامه ولا بالحامل؟ لما اشوفها الاول. لا ما هو مش هينفع تشوفها لان هو معاها. هو مين ده اللي معاها؟ عريسها يا اخي. معاها فين؟ معاها في الاوضه. بيهببوا ايه؟ الله، اتنين مخطوبين وفرحهم بكره، كلهم بيعملوا ايه يعني؟ نعم اكيد بيتفقوا على شهر العسل. بقول لك ايه، رايح فين؟ مش هينفع تجهضها وخطيبها جوه. اي خلاص بقى يا سلافه، هتفضلي مكشره كده على طول؟ انا لغايه دلوقتي ما شفتكيش بتضحكي خالص. يظهر انه غلاب، على الله ما يكونش جايب مصيبه جديده.
انت بقى خطيب مدام سلافة؟ ايوه انا. انت مين؟ انا جوزها. جوزها؟ هو انت ايه اللي جابك؟ هو احنا مش خلاص اتطلقنا؟ لا انا رميت عليك اليمين لكن ما جبتش مأذون، وانا بقى سألت وعرفت ان دام ما جبتش مأذون اقدر ارجعك في اي لحظة. ترجعها ازاي؟ هترجعها غصب عنها. وانت واقف هنا بتعمل ايه؟ ولا انت لسه عندك امل انك تتجوزها وهي لسه ما خلصتش عدتها؟ هو انت لسه ما خلصتش عدتك؟ تخيل، لان لسه مطلقها اول امبارح، هتخلص ازاي؟ عشان كده بقى كنت عايز اتاجل الجواز 3 شهور. ولا 3 سنين. اتفضل بقى اتكل على الله وحاسب لها على اوضتها وسيبني انا والمدام ننبسط بالبيبي الجديد. بيبي جديد؟ يعني انت عارفه ان انت حامل اهو؟ حامل مش حامل، انت مش هتردني غصب عني. لا والله؟ انت بتبقى عيني يا سلافة عشان خاطر ده؟ لا بقولك ايه؟ لغاية هنا وتحترم نفسك، انت مش عارف انت بتكلم مين؟ ولا عايز اعرف انا بكلم مين؟ وما تخينيش بقى ايه؟ بس بقى كفاية فضايح! كفاية فضايح المشاكل، حرام عليك بقى! هو انت مش هبطل بقى؟ سلافة؟ سلافة اهدي يا حبيبتي! سلافة! امشي بقى يا اخي! كفاية اللي انت عملته وامشي! سلافة! لا ما انت هتفوقي، ما انا مش هجيب دكتور! سلافة! ايه يا سيدي؟ انت مقدم في ذا فويس ولا ايه؟ خليني اعرف عليك حضرتك بقى. ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا مدهول؟ بطرقع صوابعك وببسطك. يا ابني مال صوابعي؟ انا واخد رصيه في دماغي. دماغك؟ لا نشوف بقى فرع الدماغ، الدماغ الجذعيه والفرعيه والدماغ. ها اخباره يا دكتور؟ الله يرحمه مات؟ يا خساره، انا كنت عايز انتقم منه بايدي. انا الحق عليا ان انا عايز اجوزك، عايز اجوزك واديك ميراثك. انا غلطان. تجوزني واحده لسه ما اتطلقتش رسمي ولسه ما خلصتش عدتها وكمان حبله. ايه يا ابني انت بتسخنه عليا؟ هو جاي سكر جاز بقى يا راجل يا ضلالي. عايز تجوزني جوازه باطله كل ده عشان تاخد عمولتك؟ يا عم باطله ايه اذا كان العروسه كانت موافقه؟ العروسه دلوقتي مع عريسها وزمانهم مستنيين البيبي. ولا تقلق نفسك يا فارس، 3 ايام وهتطلق صدقني. تعالى يا سلافه. يا اخي انت ايه ما بتزهقش؟ انت لسه عايز تجوزهاني؟ ما عندناش امل غيرها، ما فيش غير سلافه فارس. تعال لنا يا سلافه الحقينا. صدق وتامن بالله لو حد غيري كان قتلك النهارده، انما انا بقى هعاقبك بطريقه تانية. ايه؟ هسيب امجد يعالجك. لا خده معاك، ابوس راسك، ده هيمرضني. انت عمرها انا وانا اصحى انا. يعني هو في ايه؟ انا ايه اللي حصل لي؟ فينك هربتي مني وجيتي الاوتيل ده؟ لا وكمان جريتي ورايا عشان ما اضربش عريسك. لا انا ما جريتش وراك عشان كده، انا جريت وراك عشان كنت خايف عليك، كنت خايفه تعمل في نفسك حاجه. بجد كنت خايف عليا؟ طبعا خايف عليك زي ما انت بتخاف عليا. طبعا بخاف عليكي. طب قولي لي بقى، انت فعلا في بيبي؟ هتجيبي اخ العمر؟ يبقى لازم نرجع لبعض. يعني انت هترجع لي بس عشان انا حامل؟ لا طبعا. طب انا قبل ما اعرف انك حامل جاي لك جري من القاهره ادور عليكي. انت عارف فارس صاحب الاوتيل كان هيدفع مهر مؤخر قد ايه؟ يعني انت عايزه تبيعيني عشان فارس وفلوس؟ لا عشان عايز اشتريك بفلوسك. يعني ايه؟ يعني تبحبح ايدك شويه. الفلوس اتعملت عشان نعيش ونصرفها مش عشان نخبيها. ايه مش عاجبك كلامي صح؟ يا ستي عاجبني كلامك وكل اللي انت عايزاه هعمله لك وزياده، بس يعني سيبنا من موضوع البحدحة والصرف ده، نضيقها على نفسنا شوية ما فيهاش حاجة. ده اقتراح يعني مش أكتر. بقول لك إيه؟ ممكن تشوف لي طريقة أهرب بيها من الأوتيل ده؟ وتهرب ليه من الأوتيل؟ ما أنت آكل نايم شارب على حساب الأوتيل. أنا بره بعمل 5 6 جوازات في اليوم. يا راجل اقعد جوازات إيه ده؟ أنت شكلك حنوتي. أستاذ عادل
انا جاهز للطلاق. يلا كل حاجه شر بره وبعيد يا مولانا. خلاص الميه رجعت لمجاريها. ويلي ويلي ايه ومسترد ايه؟ ده تركب له من العاشر. في ايه يا ابني؟ ايه اللي حصل؟ ما تطلق وتستهدى بالله واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. اعوذ بالله منك يا جدع. انت ايه؟ بابا وحشتني قوي يا حبيبي. وحشتني. شفتي بقى المفاجاه الحلوه دي؟ حلوه قوي. خليت اخويا يجيبه لك من القاهره مخصوص عشان لو ما عرفتش اقصر عليك انا يأثر عليك هو. عم سامي قال ان في واحد هبل جاي يتجوزك وانت متجوزه يا ماما. هو عمك ده بتبلش في بقه فولا. سلافه انت مش هتجيبها بره بقى ولا ايه؟ قصدي مدام سلافه دي هديه بسيطه عشان البيبي اللي جاي في السكه. هو ده الهبل يا ماما؟ اه هو. حضرتك جنتلمان قوي. جنتل ايه بقى؟ بخلي الواد الهبل ده يلم لسانه بعد كده. يلا يلا يا حبيبتي. يلا. مع السلامة. مع السلامة. يا أستاذ فارس أرجوك سيبني أروح، أنا عايز أكل الهامستر بتاعي أي الفقر. والله العظيم أنت اللي جبت لنا الفقر والنحس كمان. اركن بقى. اسكت اسكت. معلش خدت الشر وراحت. وأنت كمان تسكت. جايب لي واحدة أتجوزها بعيالها وجوزها. يا باشا وأنا عيش عرفت يعني وأنا اتجوزت وده من جنة. لا ما هو أنت لازم تسمعني. كفاية إني كنت هموت علشانك. أنت كنت هتموت عشان بتكذب. بقى يا راجل يا ضلالي عاوز تجوزهاني قبل ما تخلص عدتها. يا عم انت اللي نحس وكل العرايس بيهربوا منك. اه نحس فتقوم تجوزني جوازه حرام عشان تقبض عمولتك. لا ما كنتش هتلمسها غير بعد 3 شهور عدتها شرعي. برضه جوازه حرام. مين قال لك كده؟ المأذون اللي انت جايبهولي. حمار همشيه وهجيب حد غيره خلاص. مشيه. يعني شايف يعني العرايس مترميه؟ مستر فارس. يا فندم. انا بقدم استقالتي. في انت كمان؟ في الرساله دي. اللي انت حدفتها لي في قعدة العشاء. انا ما بعتش الرسالة دي. من موبايلك اهي. ايوه من موبايلي بس انا ما بعتهاش. طيب يا دوبك انا الحساس الظهر. لا 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 استنى استنى. مفيش حد في الاوتيل كله له مصلحة ان انا امشي من هنا لحد ما مستر فارس يتجوز سلافة غيرك انت. عادي. انت اللي بعت الرسالة دي. انت ازاي تبعت رسالة من موبايلي من غير ما احس؟ عادي يعني انا لقيتك مشغول بمكالمة في الموبايل الاولاني بعت رسالة بالموبايل التاني. والله طب والباسبورت؟ لا ده انا نقشته وهو بيفتح الموبايل كذا مره فحفظته يعني. وكمان بتتجسس عليا عشان مصلحتك يا حبيبي. طب رايك بقى ان انت مرفوض؟ لا ما اسمحلكش. انا مش موظف عندك، انا المحامي بتاعك. برضه مرفوض وهجيب محامي غيرك. اتفضل اروح اصلي الظهر. اتفضلي السقاله بتاعتك اهي. اتفضلي انت كمان يا فتحي. هات لي قهوة. يلا معلش معلش. شد حيلك يا استاذ غلاب. كلنا له. انا مش قاطع فيها سعيد غير ان فارس غدر بيا. معاك حق والله. انا لو من مستر فارس كنت طردتك من زمان. ايه؟ قصدي يعني كنت عمري ما فرطت فيك ابدا. يلا الواحد بيتعلم يا سعيد بيتعلم. على رايك. شوف انت بقالك معانا هنا قد ايه؟ عمرك ما غلطت مره واحده في حياتك واديتني اي حاجه. والله انت ابن حلال يا سعيد، ابن حلال وقلبك طيب. والله انا كان قلبي حاسس انك مش هتكبر بخاطري غير لما يطردوك. يا ريته كان طردك من زمان. ايه ده؟ وانا اللي فاكرك هتديني تبس. تبس يا سعيد؟ تبس ايه؟ ده انا مديون ورايح للديان عشان استسمحهم ياجلوا المهله شويه. حرام عليك يا سعيد. بقول لك يا سعيد. ايه؟ ما تعرفش كده حد من حبايبك يكون معاه قرشين واديهم لي زلف؟ او انت لو معاك فلوس يا سعيد اديهاني وما تقلقش. هديهم لك كمان 4 سنين. انت تؤمر يا متر. مع السلامة يا متر. الحبس للرجالة. حتى أنت سعيد ندل. ماشي. قول يا سعيد، قول في ده يا سعيد. أنت مستر فارس ركز معايا ها؟ أنت دايماً الكرافتة دي؟ يا حبيبي البنت، البنت اللي أنا جايبك ها؟ أيوة بص من غير ما تبص ها؟ إزاي يعني؟ يعني بحلق كده من غير ما بحلق. أبص ولا بحلق؟ يا سيدي تبص لنا يعني تبص عليها. طب بص قول لي عشان ما تاخدش بالها. قول لي بطريقه عقارب الساعه. عقارب الساعه ماشي. 6:12 اه 3:05 اوكي. لا كده مأخره كده مأخره. ابوس ايدك ركز معايا. انا عارف ان انت هتتعبني. انا عامل حسابي انا هوريك بس عشان اهو هناك دي. ايه يا ابني اللي انت عامله ده؟ عشان ما تاخدش بالها. وهي كده مش تاخد بالها؟ انت شايف عيني؟ لا يبقى مش تاخد بالها. ايه بص بقى قول لي رايك ايه؟ هو باين منها حاجه. احنا هنقي احنا هنقي اه. ما انت شايف ما شاء الله العرايس مرطرطه حوالينا يا جماعه. يا بيه ارحمني يا بيه. يا بيه مش كده يا بيه. عايزك تتجوز يا بيه عشان تورث يا بيه ولا اشوف حالي مع فريده يا بيه. ادهم يا فندم مش لاحظ ان اسلوبك بقى مش لطيف معايا؟ سوري مستر فارس
بلاش حكايه ان انا صاحب الاوتيل، اعتبرني اخوك الكبير. صح يا مستر فارس. تقول لي يا ابي. صح يا ابي. جيب لي الفطار تقول لي الفطار اهو يا ابي. ايوه يا ابي. القهوه هي يا ابي. ايوه يا ابي. تصبح على خير يا ابي. ايوه يا ابي. انت عارف زمان لما كنا صغيرين كنت لما اروح المدرسه كان يا ابي هتمشي يا ابي، اقسم بالله يا ابي، انا اقول لك انا قليل ادب، انا هربيني، ركز انت معاها بقى عشان نخلص. خش عليها اقول لها انا بحبك، عايز اتجوزك. هي متجوزه؟ لا مش متجوزه. ولا حامل؟ يعني مش متجوزه، هتبقى حامل ازاي وترجع تقول بقى عاملك وحش؟ انت بقى اللي مش فاهم، اللي اتلسع من سلافه ينفق في اي حاجه. يا سيدي انا عاملها تشيك ان نفسي وشفت البطاقه مكتوب غير متزوجه، يعني عزباء. عزباء؟ طب والانسه عزباء دي عندها كام سنه؟ يعني مش اكتر من اقل من حلو. مناسب صح؟ قوي. مناسب قوي. 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 هنفضل نقول قوي للصبح ما انت رقبه تتر في السنزير يا بيه. خلاص يا بيه خش يا بيه. حضرتك انت بقيت عصبي قوي. ما يا بيه ما خلصها حاطين مننا، اصل اقول لك على حاجه، دي جايه غوص ثلاث ايام بالعدد قالت لي كده. خلاص. يعني انت لو ما دخلتش دلوقتي مش هتلحق، لو نزلت الميه خلاص. ما تنزل يا ادهم، يعني هي هتدوب. يا عم اما تطلع على الاقل تبقى ناشفه. وناخد بقى الشاي بتاعي. خلصنا. خلاص. خش عليها قول لها انا عايز اتجوزك يا مستر فارس. خلاص بس لازم داخله تمهيد كده يعني. انا مهدت وقلت لها كل حاجه، قلت لها ان انا ادهم فخر الغردقه وان انا بقى بغوص واخد بقى بحر احمر رايح جاي بقى ودلع. اتصعبت عليا وكده. قالت لي وانت بقى مين علمك غوص؟ قلت لها مستر فارس. ظبطتك انت فعلا، ظبطتني يا ابني. انا ماليش في الغوص. يعني انا ليا في الريسبشن، ما انا تافه قدامك ومطلع نطاره غبيطه واقف وباكل عيش، كل عيش يا مستر. أيوة فارس. أيوة. اتفضل يا بيه. خلاص بقى بلاش العصبيه اللي فيك دي. سوري يا بيه. اتفضل يا بيه، روح يا بيه، ظبط نفسك يا بيه. خلاص انت خش عليها، افرد نفسك لها انا مستر فارس صاحب الاوتيل. تمام. اوكي. طب ما تيجي معايا. اجي معاك اعمل انا يعني انا مثلا ولي امرك، يعني هخش مثلا اقول لها فارس ابني عايز يتجوزك. إيه ارحمني. خلاص. يا بيه ارحمني. اتفضل خش. بص ابي 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 بص انت خش عليها قول لها انا صاحب الاوتيل وصاحب ادهم فخر الغردقه. بص نستخدم العينين ما شاء الله، عينينا حلوه ملونه، نفتح القرنيه بتجيب مع البنات. خلاص. بالمناسبه ايه يا بيه؟ بلاش ابيدي انا لغيتها. حاضر. ما تيجي معايا. ما اروح اتجوزها انا احسن. يلا يا بيه يا بيه يلا يا بيه. صباح الخير.